أهلا بكم في حلقة جديدة من توب 10، وفيها سنأخذكم في جولة داخل أغلى 10 قصور في العالم. لكن عليكم أن تبقوا هادئين، لأن ما ستشاهدوه الآن سيحبس أنفاسكم ويصيبكم بالدهشة. احتل 1918 كينزينغتون غاردنز بالاس المركز العاشر في قائمة أغلى قصور العالم، حيث يبلغ ثمنه 128 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ مقبول جداً مقارنةً بمساحته التي تقدر ب 55,000 قدم مربع. كما أن موقعه استراتيجي للغاية، فهو يقع في البليونيرز رو بلندن بالقرب من منزل برنس ويليام وكيت ميدلتون، مما يضمن أماناً كبيراً للمنطقة بالكامل بسبب الحراسة الشديدة المفروضة على منزلهم. وإلى جانب ذلك، فهو يعتبر قصراً عريقاً حيث شيد في القرن التاسع عشر، ويمتلكه الآن رجل الأعمال الهندي الشهير لاكشمي ميتال بعدما قام بشرائه ب 57 مليون جنيه استرليني عام 2004. وقبله تملكه عدد من العائلات الثرية مثل The Rothschilds، ومن ثم اشتراه رجل الأعمال بيرني إكلستون. وفي المركز التاسع جاء بالاتزو دي أموري الذي يقع في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، المعروف عنها أنها تضم أغلى وأفخم القصور والمنازل على الإطلاق. الآن هذا القصر قد طغى على جميع القصور الموجودة هناك، الذي يقدر ثمنه 195 مليون دولار أمريكي، حيث تبلغ مساحته 53,000 قدم مربع، هو ما جعل البعض يتعامل معه على أنه كومباوند كامل، حيث أنه يضم 12 غرفة نوم و25 باثرومز. إلى جانب أعداد مهولة من البولز وملاعب التنس والمسارح، فوجودك بداخله يجعلك ليس بحاجة لقضاء عطلتك بأي هوتل، فهو يكلفك كل ما تريده وأكثر. وكان وقد اشتراه من عدة سنوات جيف جرين بمبلغ يقدر ب 35 مليون دولار فقط، لكنه استطاع أن يضاعف ثمن القصر بعد التطويرات التي أضافها عليه تحت إشراف المطور العقاري الشهير محمد حديد، إلى أن وصل القصر إلى ما هو عليه اليوم.